مساء الخير، اهلا بيكم في قناة نور ودودي. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم في قناة نور ودودي. حبيت ان الصبارة بتاعتي ترحب بيكم. الصبارة بتاعتي ترحب بيكم. اصل هي بتنسى ساعات، بتتعب البنت برضه من كتر ما بتتكلم. النهارده يا بنات جبت لكم احلى مجموعه زيوت للشعر للبنات اللي بيشتكوا من تساقط الشعر، وكمان اي تقصيف في شعرك، اي مشاكل الفراغات. بجد تابعوا معايا الفيديو ده، مهم جدا جدا للشعر. ايه احسن زيوت تستخدميها لشعرك لو انت شعرك فيه فراغات او بيتساقط او مقصف او فيه اي مشاكل؟ دي تاني ازازة بستخدمها، انا خلصت واحدة ودي التانية. هقول لكم الازاز دي انا بجيبها منين. السبرتو بعد ما بيخلص باخد الازاز بتاعته، طبعا تبقى نظيفة ومعقمة لان كان فيها سبرتو، بغسلها برضو. وبعد كده بستخدمها بقى في التونر اللي انتوا هتشوفوه معايا في فيديو تاني، وكمان بعمل الزيوت الطبيعية بتاعت الشعر فيه. ليه بقى في بخاخة؟ بخاخة عشان تقدري توزعيها على شعرك كله. ايه بقى مجموعة الزيوت؟ تابعوا معايا الفيديو عشان نشوف مجموعة الزيوت. ده بخاخ الزيت اللي احنا بنشتريه من بره، او السيرم، بخاخ السيرم اللي احنا بنشتريه برضو عشان نستخدمه. اغلب البنات شعرها مجهد جدا من حاجات كتير هقول لكم عليها برضو اسباب التساقط، من ضمنها استخدامنا للبيبيليس او السشوار، اي حاجة فيها حرارة دي بتبهدل الشعر على المدى. عشان كده بنصحكم ان انتوا لما تيجوا تستخدموا بيبيليس او سشوار ان انت تستخدمي درجة حرارة قليلة، لان في بنات تقولك عشان افرده بسرعة على اعلى حاجة. لا تستخدميش كده، انا عندي البيبيليس وفيها درجة حرارة عالية، بس دايما بستخدم درجة الحرارة البسيطة وبتفرد الشعر فرد حلو، مش لازم يعني يبقى مفرود بالظبط، لا عشان ما ضرش الشعرات بتاعتي. ده اولا. ثانيا بقى، ممكن يكون عندك اي نقص في الحديد، انيميا، نقص في فيتامينات معينه. برضو هعمل لكم فيديو عن الفيتامينات اللي انا بستخدمها اللي بتمنع تساقط الشعر، دي حاجه تانية. طيب انا لو ما عنديش اي حاجه من الحاجات دي وشعري برضو فيه تساقط او في الطبيعي، ايه الحاجه اللي انا استخدمها تحافظ على شعري حتى لو انا ما عنديش تساقط وتقل الشعر وتمنع كمان التكسير والهيشان والحاجات دي كلها؟ اقول لكم احسن 3 زيوت هنستخدمهم النهارده ونعمل بيهم السيرم ده في البيت، حلو جدا جدا، نتيجته جميله قوي. بيتقل الشعر وبيمنع التساقط وبيمنع الهيشان وبيغذي الشعرايه، بجد حاجه حلوه قوي. وكمان هنستخدم معاه زيت عطري، يعني احنا هنستخدم حوالي 4 زيوت النهارده، هيدي ريحه حلوه قوي، فهتبقي كانك بتحطي زي برفم كده على شعرك او اي زيت عطري، فبيدي كمان ريحه حلوه. يعني عشان طبعا الزيوت الطبيعيه دي في حاجات فيها بتبقى ريحتها تقيله شويه زي زيت حبه البركه، فانا مش عايزه يبقى شعري ريحته زيوت، انا عايزاه يبقى ريحته حلوه كمان. اول زيت معانا النهارده، والزيت ده مهم جدا جدا من احسن الزيوت، هو زيت حبه البركه. يعني انا بحس ان زيت حبة البركة ده بتاع كل حاجة، بتاع كله للشعر. ليه؟ لان زيت حبة البركة بيتقل الشعر وكمان بيمنع التساقط وبينعم. يعني بص، هو فوائد من كل الاتجاهات. زيت حبة البركة حلو جدا جدا للشعر، هيقوي الشعرية بتاعتك، هيمنع التساقط بتاعها، كمان هيتقلها الفراغات اللي موجودة، بيملى الفراغات، فالزيت ده حلو قوي قوي للشعر. تاني زيت معانا النهارده هو زيت الزيتون. زيت الزيتون ده بقى حلو في كل حاجه، يعني انا بحس ان زيت الزيتون ده في الاكل حلو، في الشعر، في البشره، كل حاجه بصراحه انا بعشق زيت الزيتون. بيتقل الشعر وبيحافظ عليه وكمان بيطول الشعر. على فكره نسبه تطويل هتحسيها في شعرك، لان الشعرايه لما بتبقى قويه بيبقى سهل ان هي تطول، طول ما الشعرايه بتاعتك فيها تلف وضعيفه ما بتطولش. لو حد قال لك روحي قصي الجزء اللي فيه مشكله وشعرك بقى هيطول على نظافه، ما تعمليش ده، لان ده برده مش هيعالج. انت بدل ما التلف بتاعك كان هنا مثلا، لو انت شعرك طوله لغايه هنا هيبقى التلف بتاعك هنا لو انت قصتيه هنا، فانت في كل الاحوال مش هتستفادي، شعرك ما بيطولش لان هو في مشاكل كتيره، فحاولي ان انت تحليها مش ان انت تقصي المشاكل دي فتخلي المشكله دي بدل ما هي تحت تبقى فوق. زيت الزيتون ده حلو قوي قوي بجد، بيتقل الشعر وبينعم الشعر وبيمنع الهيشان. يعني اكتر الزيوت اللي بتمنع الهيشان زيت الزيتون، مفيد جدا جدا وبيغذي الشعر بطريقه جميله قوي.
تالت بقى زيت معانا هو زيت اللوز الحلو. زيت اللوز الحلو ده كل البنات عندهم ما بيستغنوش عنه، لان زيت اللوز الحلو ده حلو قوي للبشره. هو فعلا حلو حلو للبشره، بيفتح البشره، وبستخدمه كمان في ازاله الميك اب زي ما انتم عارفين، وكمان جميل جدا جدا للشعر لانه بينعم اكتر. زيت لو جبتيه حتى استخدمتيه لوحده لشعرك هتلاحظي ان شعرك الهشام بتاعه قل، وهتلاحظي ان هو بيغلف الشعرايه وبينعمها. فعلا زيت اللوز رائع، حلو قوي قوي للشعر، يعني حتى في استخدامه لوحده هو اكتر حاجه بتتقل السيروم ده وبتخليه حلو لما تيجي تستخدميه قبل سشوار او بيبيليس، عشان شعرك المتهم يبقى حلو وتبقي محافظه عليه وتبقي حاطه عليه. ما ينفعش انت تكويه على طول، لازم تبقي حاطه اي ماده دهنيه تكون مغذيه وكويسه، تمنع اللي هو السيروم، تمنع المشاكل اللي بتحصل لنا من استخدام البيبيليس والحاجات دي. عايزه اقول لكم ان زيت اللوز ده بيرطب الشعرايه، يعني بتلاقي شعرك كده مترطب وحلو جدا، بتلاقيه ناعم على غير العاده. لو انت شعرك بقى من النوع اللي هو بيهيش وفتلته على طول تلفه وكده، لا هو بينعم الشعر. فانا استخدمت ثلاث زيوت، اكتر ثلاث زيوت بتمنع التساقط وكمان بتتقل الشعر وبتغلف الشعرايه وبتنعمها، يعني عشان ما يبقاش فيها هيشان وبتمنع كمان الهيشان. فالثلاث زيوت دول حلوين قوي، ما تزودوش بقى حاجه عليهم. يعني لو انت عايزه تستبدلي مثلا حاجه، هو كفايه ثلاث زيوت. ممكن نستبدل زيت اللوز بزيت الخروع، لو انا عايزه شعري يطول ممكن استبدله بزيت جوز الهند، بس ده احسن حاجه لتساقط الشعر والفراغات وكمان تنعيم الشعر وتتهيله. الزيت بقى العطري اللي انت هتستخدميه، انا بستخدم زيت اللافندر لان انا بحب ريحته جدا وهو حلو للشعر، بس ما تكتريش، هتشوفي النسبه اللي انا حطاها، لان الزيوت العطريه لما بتزيد بتنشف، فاحنا بنحط حاجه بسيطه خالص تدي ريحه بس مش اكتر. فانا بستخدم اللافندر، ممكن تستخدمي عندي زيت فل، ممكن تستخدمي زيت الفل، يعني اي ريحه انت حباها. عندي زيت الياسمين، ممكن تستخدمي ياسمين، ممكن تستخدمي لافندر، ممكن اي زيت عطري. النعناع عندي برضو زيت النعناع، والنعناع كمان مفيد للشعر، استخدميه برضو شعرك كده منعنع. اهم حاجة يا بنات ان انتوا تستخدموا السيرم ده كل يوم، يعني مش يوم ويوم او كده، لا لازم كل يوم وانتي بتبخي بقى، عشان طبعا ده زيت، فايه يعني خدي بالك كده وانتي بتبخي عشان لو لابسه حاجة ما يجيش طبعا عليها الزيت، وده ليكي فروة شعرك. تعالوا بقى مع بعض نشوف الطريقة والمقدار، بحط من كل زيت كمية قد ايه. طريقة سهلة جدا هتعجبكم، تابعوا معايا الفيديو. زي ما انتم شايفين يا بنات، دي مجموعة الزيوت اللي هنستخدمها في السيروم بتاعنا. اول حاجة معانا ازازة بخاخ نظيفة ومغسولة كويس. الزيت بقى معانا زيت الزيتون، ده طبعا اهم حاجة في الوصفة. وتاني زيت معانا زيت اللوز الحلو، ومعانا كمان زيت حبة البركة، ده جميل جدا طبعا للشعر. بالنسبة بقى للزيوت العطرية اللي هتدي السيرم ريحة حلوة قوي، معايا زيت اللافندر، ومعايا الياسمين، وكمان زيت النعناع. طبعا هتستخدمي الريحة اللي بتحبيها. دلوقتي بقى هنبتدي نحط الكميات، يعني من كل زيت هنشوف هنحط قد ايه. انا هحط ربع الازازة من كل زيت، يعني ده زيت اللوز الحلو، احط ربع الازازة زي ما انتم شايفين كده، كمان شوية عشان يبقى ربع الازازة، وزيت الزيتون برضو الشوية دول هيجوا حوالي الربع التاني، يعني هما هنقسمها لثلاث ارباع اهو. والربع بقى اللي باقي ده احط فيه زيت حبة البركة، كده خلاص حطينا الزيوت الاساسية. حاولي ان الكمية بتاعتك زي ما انتم شايفين تبقى قد بعضها من كل زيت هتحطيه. دلوقتي بقى نحط الزيت العطري اللي هيدي ريحة حلوة. انا هستخدم زيت اللافندر لان انا بحب ريحته جدا في الشعر، بتبقى جميلة قوي. حوالي معلقة صغيرة، لان الزيوت العطرية ما تكتريش فيها عشان ما تنشفش شعرك، احنا بنحطها بس عشان تدي ريحة. وبقلبه بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده، وبنرشه بقى، بيبقى طريقة الرش سهلة جدا اهو،
طريقة أسهل في توزيع السيرم على الشعر، طريقة الرش دي، وريحته كمان حلوة قوي. طبعا بعد الشهر بترشيه على شعرك وهو مبلول، ده حلو جدا لان الشعر اكتر فترة بيستقبل فيها لما بيبقى لسه مبلول، بتبقى المسام بتاعتك مفتحة، فبيستخدم يعني بيستقبل الزيت وبيدي معاه نتيجة احسن. فانتي هتحط شوية كده على ايديكي وبتدليكي فروة شعرك كويس جدا، حتى ده بيجري الدورة الدموية وبيبقى كويس كمان للشعر، حلو قوي. الزيوت دي وبتاخدي كمان شوية وبتعمليهم على الطروف بتاعتك عشان تغذيها، عشان المشاكل التقصيف اللي فيها، وبترشيه على شعرك برضو، وتحاولي ان انتي لازم تدهني شعرك كله كويس. يعني انا بشوف ناس بيحطوا نقطتين كده وتعمل كده كده خلاص هي كده دهنت شعرها، لا انت كده ما عملتيش اي حاجه، دليكي فروتك كويس 5 دقايق 10 دقايق، المساج ده حلو جدا جدا. كمان اديني شعرك لغايه الطروف بتاعته كويس جدا عشان تستفادي من الزيوت دي. جربوا السيرم ده يا بنات في البيت، حاجه طبيعيه، انا بحب الوصفات الطبيعيه جدا، هيفرق معاكم كتير. وما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. كله برقصة والله، ما رحمة نفسها، كله شغالة، كل كلمة برقصة برقصة.